عبر الهاتف بينضم لي السيد اللواء عبد المنعم سعيد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة سابقا. سيادة اللواء اهلا وسهلا بك معنا في استوديو الاخبار. اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا فندم. تيران وصنافير الجدل يعني المنتشر حاليا ما بين المصريين، ما فيش حد ما بيتكلمش على هاتين الجزيرتين، كيف تراهم يا فندم استراتيجيا وانت كنت رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة؟ الجزر دي اصلا سعودية، ولما كانت يعني الظروف بتاعت المنطقة وتعرف خليج العقبة والكلام ده كله، المملكة العربية السعودية قالت ان مصر يعني ممكن قوي تأمن الجزر دي بس مش اكتر الاقل، انما الجزر نفسها اصلا سعودية، وبالتالي عودتها مرة تانية للسعودية هو امر طبيعي. هي مش هي ولا عودتها ولا مش عودتها، ما ياخدوها ويودوها في حتة تانية يعني. إعادة السيادة مرة ثانية هيتعمل جسر عليهم هو يربط بين السعودية ومصر يعني ممكن قوي يستفيدوا منهم، لأنه ممكن قوي إن الجسر ده يعدي على الجزر دي ويعدي الناحية الثانية لمصر. إحنا والسعودية دولتين عربيتين من الدول الشقيقة القوية، ولا يجب أننا نعمل أي موقف يسوء إلى علاقات بيننا وبينهم إطلاقا يعني. بحترم كل كلام حضرتك يا سيادة اللواء، ولكن تصريحات حضرتك بالأمس كانت بتتكلم على أن الجزر مصرية وهي ضرورة استراتيجية للأمن القومي المصري. اتكلمت امبارح كنا مسؤولين أننا نحمي هذه الجزر عشان كان موقفنا طبعا بالنسبة للخليج، فيعني بقت لنا قوة أنها بتحمي هذه الجزيرة من فوق، نقطة مشاهدة، هي مش قوة يعني عسكرية، دي نقطة ملاحظة بتلاحظ الخليج مش أكثر ولا أقل. كان ليها دور مهم للغايه في 67 عليها، ما فيهاش فيها اقامه ولا فيها اي بني ادمين، ما فيهاش اي بني ادمين خالص. نعم. فالرجوع الى الحق فضيله يعني. طيب. الرجوع الى الحق فضيله. طيب اسمح لي سياده اللواء. مش شايف مشكله تثار في مصر بهذا الموضوع، وخصوصا في اثناء زياره جلاله الملك سعود يعني. احنا بنفصل تماما ما بين زياره الملك سلمان، لان هو ضيف كريم وصاحب ارض زي ما بنقول، هو مش ضيف ده، هو حتى مصري يعني. انا شايف مصر الموضوع وكل الترحيب بيه، ولكن احنا بنتكلم في جزء اخر. مش شايف الموضوع ده يهم الناس يعني خالص لا بيهم يعني الناس يا فندم. لا بيهم الناس يا فندم، مفيش مصري حاليا ما بيتكلمش على الجزيرتين دول. طيب ننتظر بقى الحكومه، اسالوا الحكومه والحكومه ترد عليكم. طيب. احسن من اي حد مننا، لان احنا مش مسؤولين، احنا بنتكلم من وجهه نظرنا احنا، انما مش من وجهه نظر رسميه. انا بكلم حضرتك لان حضرتك كنت في القوات المسلحه، وكل فرد في القوات المسلحه يعرف يعني ايه حبه الرمل الواحده، مش جزيره ولا غيره، حبه الرمل الواحده قيمتها قد ايه؟ معلش انا مش في القوات المسلحه دلوقتي، انا راجل مدني. طبعا بس كنت تاريخك كله في القوات المسلحه. كنت طبعا، انت بتسالني على كنت دي. طيب سيادة اللواء عبد المنعم سعيد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، بشكرك شكرا جزيلا.